السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأدعية القرآنية والأدعية النبوية التي لها أثر على صلاح القلب واستقامته، وينبغي على الإنسان أن يجعل في دعائه حيزا لمثل هذه الأدعية. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، احفظ. اللهم إني أعوذ بك من سيئات أعمالي، اللهم قني السيئات. هذه الأدعية من أين أتيت بها يا عمار؟ هذه أدعية ثابتة في الكتاب والسنة. ولك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ من المنزلة في العبودية والصلاح، كان يقول في خطبته: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الدعاء الثالث وهو دعاء عظيم: اللهم قني السيئات. هذا الدعاء دعت به الملائكة للمؤمنين كما جاء في سورة غافر: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. مش معنى وقاية السيئات، عشان برضو نستحضر هذا المعنى ونحن ندعو به. يقول ابن القيم في الداء والدواء: وقاية السيئات لها معنيان، بأن يوفقك بألا تصدر منك، هذا ابتداء إنك ما تقع في الذنب والمعصية. المعنى الثاني: ألا يؤاخذك ولا يعاقبك على هذا الذنب إذا وقع، بأن يغفر لك، بأن يوفقك للتوبة النصوح. إذا دعاء عظيم: اللهم قيني السيئات. واستحضر أن وأنت تقول هذا الدعاء هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الذنوب والمعاصي. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا السيئات. السلام عليكم.